أكيد سالي، محطتنا التالية حنحكي عن موضوع ليس بالحديث، حنحكي عن الآثار والتداعيات في مجتمعاتنا التي تتسم بالطبيعة الاستهلاكية الإنترنت الذي دخل حياتنا وغير الكثير من المفاهيم نتيجة التطور والسرعة في عالم المراسلات والاتصالات. صحيح سمر، مثل ما ذكرتي والإنترنت هو وسيلة كان لا تقريب المسافات، أكيد وهو عالم مفتوح على بعضه، ولكن احيانا منه السلبي بيكون ومنه الايجابي على الاسره وعلى الطفل من ناحيه خاصه. سؤالنا اليوم اللي رح نوجهه للاستشاريه الاجتماعيه ضيفتنا رندا علي ديب. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رندا واهلا وسهلا فيك. بالبدايه مثل ما حكينا الانترنت هو عصب حياتنا اليوميه للكل، للكبار وللصغار، دائما نحن عم نستخدمه وما عم نقدر اكيد من دونه. خلينا نحكي عن الاثار الايجابيه لاستخدام الانترنت برايك. تماما، اي شيء بالحياه هو بيكون عمله وله وجهين دائما، السلبي والايجابي. هلا دائما نحن ما فينا ننكر ايجابيات وجود الانترنت بحياتنا، خصوصي لطلاب الجامعات فيهم يعملوا سيرش، فيهم يجيبوا المعلومات اللي بدهم اياها، خصوصي للامهات اللي الجديده اللي حابه مثلا تهتم بتربيه ابنائها، فهي ممكن تجيب اي بيانات ومعلومات او اي مقالات تطلع عليها عن طريق الانترنت. طريقه التواصل اللي عم تكون اغلب الناس اللي اهلهم مسافرين عم تكون في طريقه تواصل كثير ايجابيه، مثل ما ذكرتوا بتقرب المسافات. حتى وقت انا مثلا بدي اتعامل بسلع معينه او يكون في عندي بيع وشراء، كمان عم بيكون مثل ما حكيت وذكرت عم بيكون في جانب استهلاكي كمان وله مردود معين. ولكن نحن دائما لما بدنا نحكي بهذا الموضوع مثل ما ذكرنا له هو وجهين، نحن ما فينا يكون هذا الموضوع خارج الحدود او يتطرف شوي لحتى يصير نحن ما فينا نعيش بلا، ولو كان هو عصب اساسي بحياتنا لكل الفئات العمريه. فلهيك نحن دائما بنحاول دائما نضل بالوسط، ما ابدا نكون في عنا شيء زايد عن حده، خصوصي بمجال الانترنت ووسائل التواصل واي شيء ممكن نحن، هو لانه بالاخير هو شيء افتراضي ما له شيء واقعي، كثير ممكن يكون في دخلاء عليه، كثير ممكن يكون في اشياء مضره واشياء مؤذيه. تماما، حتى للاسف حسب الوعي وثقافه الشخص اللي عم بيستخدم هاي الوسيله، ممكن او يكون هذا الشيء ايجابي بشكل كامل له او يكون بالعكس هو ضار له وللي حواليه تماما. لهيك نحن دائما بنوصي خصوصي للاطفال والمراهقين يكون في نوع من المراقبه او نوع من المتابعه تماما لاي شيء ممكن يستخدمه الطفل او الشاب المراهق بموضوع الانترنت والتواصل. نعم رندا، خلينا ندخل للبيت او الاسره ونحكي عن تفاصيل ايضا بتصير بداخل البيت، الاطفال حتى فينا كمان يكبروا شوي الشباب يلي هن طول وقتهم على الايباد او على الموبايل. تماما، بتعرفي هلا الامهات دائما بينشغلوا عن اولادهم فبيسلموهم الايباد وخلص انتم فوتوا بدون ضوابط. تماما. اكيد، ومثل ما قلتي الانترنت هو عالم افتراضي وفي دخلاء عليه، قد ايه مهم ضبط هيدي الحاله نوه لها ونضبطها. في مسحه بتقول انه انا اذا بدي اعرف كم شخص بالبيت فانا بفصل النت، فانا بعرف كم شخص طلع يتفقدوا. فهو للاسف هذا اللي عم بيصير حاليا، انه نحن دائما بعد يعني هذا يعني هي المسحه كثير بتوصف تماما الجو الاسري، التباعد اللي نحن صفي انه انا ممكن اتواصل مع شخص لصيق فيني ومعي بالبيت عن طريق الانترنت او عن طريق مثلا ابعث له مسج او شيء بغض النظر عن انه هو يكون موجود انا وياه وبقدر اشوفه. فهي الشغله البسيطه اللي هي ممكن تكون كثير بسيطه وبتصير وممكن تسهل كثير امور، ولكنها بالمقابل هي عم تعمل هذا التباعد الاجتماعي، عم تعمل خصوصي للاطفال والمراهقين. المراهق بنبلش نحن بتقلي الام انه انا ايمتى فيني اقول انه هذا خطر على ابني او انه خلص انا لازم اخذ حذري، الا متى ما بلش يقعد لحاله كثير، ما يعود يهتم بعلاقاته الاجتماعيه، بطل يحكي اكثر شو عم بيصير، هون صار شخص انسحابي او صار مجرد او بالمقابل في شخصيات ثانيه من الاطفال والمراهقين اللي هي ممكن تتجه باتجاه العنف والعدوان، بتحسيها صارت عنيفة، أي شيء بيستفزها، تمردها زاد،
ما بالك انه فترة المراهقة هي اساسا فيها هاي الصفات، فنحن بتزيد عند حدها، فبصير الكنترول والضبط كثير صعب، واني ارد ارجع اضبط هذا الموضوع بصير صعب على الام وعلى الاهل. خلينا نكفي بهذا الموضوع، خلينا نحكي عن الاذى النفسي اللي بده يتعرض له المراهق ولا الاطفال اللي ما عم بيقدروا يعملوا كنترول على حالهم. قديش كمان هذا الشيء كمان في عنا كثير قصص يعني عم بيزرعوها مثلا بعقولنا بعقول اطفالنا بعقول شبابنا، هذا الشيء عم مثل ما حكيتي عم بيبعدهم عن الاسره، عم بيشجع الانانيه عند الاطفال، بس هذا الشيء كمان عم بيتحول عند الاطفال الى ادمان، يعني ما عم بيقدروا، يعني الاهل ما عم بيقدروا يعملوا لهم كنترول انه يوقفوا، لو هو بضرهم جسديا نفسيا كيف ممكن الاهل يوقفون عند حدهم للاطفال، يعطون وقت معين مشان ما ينضروا ولا ينجروا بالقصص السلبيه والافكار السلبيه اللي عم تنزرع هلا عنه؟ تماما. هلا دائما انا لما بقول ادمان بقول دائما لما انا بعمل السلوك وبعد ما اعمله وما اقدر اتركه بصير عندي حاله ندم، منلاقي الطفل انه انا اسف ما انتبهت على الوقت، او مثلا الطالب يلا اوكي انا هلا بدي ادرس انه انا ما لحقت، فبتلاقي عنده هذا الشعور بالندم ولكن بنفس الوقت ما له قدران يبطل هاي العاده او يبطل هذا السلوك. هون نحن دائما لازم نساعده بحزم، كيف يعني مثل ما ذكرتي انه نحن نحدد له وقت معين ببلش بالتدريج بقلله. للاسف نحن انا دائما بقولها انه انا لما بدي اجي اسحب الموبايل من ابني شو البديل؟ للاسف نحن ما بنعطي بديل، انه بنسحبه وخلص، فهو اجباري لما انت منه هذا الوقت الفراغ رجعتي له اياه بدون ما يتعبيه بشيء مناسب وايجابي، فاجباري بده يطلع عنده سلوكيات، يبلش ينق، يبلش مطالبه تكتر، يبلش يبكي، يبلش يكون في عنده عنف من طريقه معينه، او منلاقيه انه احيانا بصير عندهم اكتئاب مثل اللي فقد شيء كثير مهم او شخص مهم، هو بالمقابل هو اللي فقده او هو موبايل. فهيك نحن كثير لازم نكون حريصين بهذا الموضوع من العمر البكير، انه نحن نكون ما عليه هذا الشيء مفروض علينا وضروري، وخصوصي انه الام هي بدها تمسك موبايلها وهي بدها تقعد على تواصل على 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 الفيس وعلى الواتساب وهيك، فلهيك هو شايفها فاكيد بده ينمزجها. لهيك انا دائما بقول للام انه انت شاركي، يعني افتحي انت وياه اشياء من موبايلك فيها شيء تعليمي، فيها شيء بيحكي مثلا ممكن عن حياه الحيوانات باشياء، هو صحيح يمكن شوي مثال مثالي، ولكن انا لما عنده درس بده يجيب مقال معين، تعا انا وياك حنعمل سيرش وندور، علمه كيف يبحث بشكل ايجابي، كيف يستخدمها بطريقه مفيده، وبعطيه وقت ولو مره بالاسبوع، ما عليه انه انت لك هالساعتين، انت لك هالثلاث ساعات، ولكن مو متواصلين. هاي النقطه انه انا ما بقدر، لازم كل نص ساعه شغلي بشيء كل ما كان العمر اصغر. فلهيك انا دائما بقول لهم انه حاولوا من عمر بكير لما انتم قدرانين هن يسمعوكم ويتقيدوا معكم بكل شيء عم تعملوه، تمشوا انتم وياهم بنفس الخط، هذا كثير بيساعد. فلهيك في كمان في العاب ثانيه ما احنا ممكن نبدل فيها اللي فيها حركه، في العاب خطيره يعني بتشكل خطوره على حياه الاطفال، تماما ما تكون مثلا الالعاب العنيفه او العدوانيه او اللي انا ممكن اتواصل فيها مع اشخاص ما بعرفهم مين هن كمجموعه ليلعبوا بلعبه معينه. لهيك انا ببدلهم بمثلا في العاب حركيه، ممكن يسمع موسيقى وينفذ الحركات عليها، هي اشياء بسيطه وممكن نحن نعطيه وجهه ثانيه، وجهه نظر ثانيه للالعاب. نعم رندا، امبارح على الفيسبوك عم بقرا في صبيه من ضمن الجروبات عم بتقول انه انا دراستي على الانترنت بس مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بضل يطلع لي اشعارات فوق، ما عم بقدر ادرس، شو فيني اعمل؟ طيب هون بهالحاله فينا نحن نضبط هذا الموضوع حتى لإلها او مثلا للاطفال او لحدا، بس الموضوع بيطلب اراده، قديش الاراده هي عنصر مهم، وتعويد الطفل او الطالب على انه في وقت مخصص كمان. تماما. هلا نحن مثل ما ذكرنا له تاثير مجتمعي الانترنت، هو اللي عم بيعمل للاسف عم بيعمل مثل انحلال اخلاقي، وخصوصي انه نوع الفضول عند الطفل او المراهق بخليه دائما يستكشف ويشوف،
وفي شيء نقطة أساسية إنه أنا لما بدي أفتح أي شيء لأعمل سيرش لجيب معلومة معينة إجباري بده يطلع لي هدول الإعلانات وإجباري بده يطلع لي مواقع معينة. دائما نحن في ميزة إنه تقدر نحن نلغيها ما تطلع. الطفل من فترة كنا عم نحكي بهذا الموضوع إنه أحيانا حتى الكبار اللي بيكونوا عم بيستخدموا مثلا الفيس أو اليوتيوب هن ما عندهم إدراك تماما لكيفية التعامل مع هاي الصفحات، فهو يمكن بالغلط بدل ما يحط إلغاء فهو ممكن يفتحها، فما بالك الطفل أكيد رح يعملها. لهيك نحن كتير لازم نعمل كنترول على هذا الموضوع. والفكرة إنه طيب أوكي أنا حأفترض إنه صار مع طفلي هذا الشيء أو صار مع ابني المراهق هذا الموضوع، كتير غلط إنه أنا عنفه أو كتير غلط إني أنا عاقبه لأنه هو صار تماما أدران من وراء ظهري يروح هو يبحث عليهم ويفتحهم. لهيك نحن ممكن نتحاور معه بطريقة معينة إنه تشوف هذا الشيء يكون رد فعلك بسيط وتعمل إلغاء لأنه هدول بيضروا، هذا ما له واقعي. هذا نشرح له آلية الإعلان تبعهم إنه هن كل ما أنت أرجيته إنه أنت عم تحضر هذا الشيء فهو حيطلع لك أكثر، فهذا رح يعمل لك مدار. نحكي بكل واقعية وبكل منطقية مثل ما نحن خايفين عليه ومن نروح نضربه بدون ما نشرح له شو إنه ما بيصير هيك، لا نشرح له ليه ليش انفعلنا، يعني لازم نشرح ليش انفعلنا أو ليش عصبنا إنه أو ليه كتير استهجننا إنه مثلا ممكن يفتح هيك شيء. بالعكس خلينا نشرح له بطريقة مناسبة ولطيفة بدون انفعال. يعني لازم الأهالي يسلطوا الضوء على الأفكار السلبية ممكن يتعرض لها الأطفال والمراهقين، كمان يسلطوا الضوء كمان ممكن يتعرضوا للتنمر، هذا كمان شيء كثير عم نشوفه كمان خلال التواصل الاجتماعي بوسائل التواصل الاجتماعي. بس خلينا نحكي مثلا ممكن المراهقين حيردوا على أهلهم، يعني في ممكن مثلا يعصبوا، ممكن يعلوا صوتهم على اهلهم، ممكن تكون طريقتهم كثير هجوميه. اذا الاهالي اجوا مثلا قرروا انه يوقفوا لهم لعبه بدهم يلعبوها، ياخذوا لهم موبايلهم، يعني اكيد مو كلهم بنفس الطريقه حيتعاملوا مع اهلهم انه يردوا عليهم. طيب هدول الاطفال الهجوميين، هدول الاطفال اللي ما حيسمعوا كلمه اهلهم، شو ممكن الام تتصرف معهم؟ شو ممكن الاب يتصرف معهم؟ اكيد ما حتنصحي بالضرب، بس شو ممكن يعني الواحد يتصرف مع اولاده اللي هيك برايك؟ هلا في خطوتين. اول شيء لما انا بشتغل على عمر بكير للطفل، انا اي سلوك بيطلع عن طفلي تحت الست سنين هو رح يرجع يطلع بفتره المراهقه. تمام. طول ما انا ضبطته، انا بضبطه تحت الست سنين الخمس سنين، ولكن فتره المراهقه بدي رافقه، ما عاد فيني انا اكون هالشخص العنيف. في شغله انه الاهل ما بيقدروا انه في فرق كثير كبير بين الحزم وبين العنف، بين الكلام المؤذي وبين التوجيه، بين الضرب وبين النظرة الحازمة، لأنه ما في تراجع ما في تناقشني، هي بنظرة بتكون. وفي جانب ثاني أنه أنا لما بدي هي مسألة فراغ، وقت فراغ. لما أنا حطيته بأنشطة، لما أنا عطيته أشياء هو بيحب يعملها، للأسف هو اللي عم بيخلي هاي المشكلة تظهر أكثر بهي الفترة، أنه نحن حركتنا الخارجية عم تكون أقل، عم تكون أغلب نشاطاتنا بالبيت بحكم الظروف والبرد وكتير أسباب تانية. أنا هون الفكرة أنه إذا الولد صار معه مثل انهيار عصبي وما بده يرد، بالوقت اللي أمه بدها تاخذ منه الألعاب الإلكترونية مثلا أو موبايله أو شيء، شو ممكن هون هي تتصرف؟ تتراجع عن كلمتها كمان هيك ما بيعود إلى كلمة، ولا بدها تسايره؟ يعني هذا هو عن جد سؤال كثير مهم، كثير من العائلات عم يتعرضوا لهي القصه عندهم ببيوتهم، شو رايك؟ هلا في فكره مرات طلعت عليها من فتره 10 ايام، عاملين صندوقه بالبيت انه نحن متى ما صارت الساعه كذا مثلا الساعه 7 المساء، فنحن كلياتنا حنحط موبايلاتنا بهي الصندوقه وحنروح نقعد كلنا مع بعض ولو كان شو ما كان الظرف لمده نص ساعه. فهو كمبدا انا دائما اذا بدي حدا يلبيني بالفرض اللي انا بدي افرضه عليه فانا بدي اعطيه اشياء يقدر يعملها، فهو حيقول لك انه يلا نص ساعه بسايره، فبيعدوا ممكن يعدوا. فممكن انا اعمل اي شيء جماعي، ممكن كمان كان في على جوجل بتختاري مثل لعبه بتختاري فيها اغاني، فكل حدا بده يحذر شو الغنيه، فكمان هي في حال تبدي قبل ما تسحبي هالموبايلات كلها بهي الصندوقة ممكن نعملها انه نحن رح نحط غنية ونشوف مين بيحذرها. فانت عملتي شيء جماعي، قعدتي انت واطفالك وبمختلف اعمارهم، خصوصي المراهق كثير بيحب هاي الفكرة انه هو اغاني من عمره عم بيسمعها،
لهيك ف حيربح، حيحس بالمنافسه، يحس انه هو انتصر على رفقاته، على اخواته، عليك. بعدين بالمرحله الثانيه مثل ما ذكرنا انه ممكن نحن نسحبهم، بالمرحله اللي بعدها متى ما تعود انه يقعد هالنص ساعه بدونه بنزيدها شوي، بعدين بنشوف نحطه بانشطه. كثير صح نحطه بنشاط رياضي، كثير صح نحطه بنشاط فني، موسيقى، رسم، هذا كله مفيد له وضروري يكون، يعني شو ما كانت الظروف نحاول قد ما فينا نساعد بهذا الموضوع. نعم، يعني رندا يمكن دائما نحن وياكي بيكون محور حديثنا هو بيبين دغري، يعني حتى النصائح بتكون من ضمن الحديث اللي نحن عم نحكي. الانترنت عالم واسع، ولكن نحن فينا نضبطه بإرادتنا بطريقة، بأسلوب حضرتك هلأ وجهتي لكل عائلة ولكل بيت. بدنا نتشكر وجودك معنا، نتشكر أيضا النصائح اللي ضمن الحديث كانت. شكرا لجميع الأهل يلي عم يربوا هلأ أولادهم، وأيضا إن شاء الله يكونوا استفادوا من فقرتنا لليوم. شكرا لكم رندا، الحديث معك ما بيخلص، نصائحك كتير حلوة، بتمنى اكيد نحن استفدنا، بتمنى كل حدا تابعنا اكيد يستفيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا.